الزمالك. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. كنا عايزين نطمن من حضرتك، نعرف من حضرتك على المشكله الخاصه، يعني خبرنا اللي جاي اللي كنت لسه هقوله، الملعب اللي هيستضيف لقاءات نادي الزمالك الافريقيه. يعني الحمد لله ما فيش مشاكل دلوقتي، يعني يمكن انا داخل ما مش عارف اتكلم في ايه، لان الحمد لله ما فيش مشاكل خالص في النادي. ماشي. يعني اذا كان على الملعب حضرتك بتسالني عليه، فنادي الزمالك ما حددش ملعبه لغايه دلوقتي. يعني دي عمليه اداريه تتعلق باللاعبين، المدير الفني اكيد معروض عليه اكثر من ملعب، وهيختار ملعب وهنحدد. يعني دلوقتي ما حددناش ملعب. الجزئيه الامنيه هتدخل في القصه؟ يعني احنا سامعين طبعا الدفاع الجوي تم استبعاده خلاص، كلام ان ممكن يكون الاستاد القاهره صعب، فانتوا بتحاولوا مع بترو سبورت او برج العرب. يعني في انباء عن اخر ما توصلتوا اليه ولا لسه الامور تحت البحث؟ لا لسه يا فندم الامور تحت البحث، ولكن يعني احنا ما عندناش مشكله. الامن طبعا احنا بنراعي الظروف الامنيه اللي موجوده، وما عندناش مشكله ان احنا نلعب في اي ملعب مناسب ان شاء الله. تمام. كابتن احمد او استاذ احمد، ممكن تقول لنا اخر الاخبار بالنسبه لاسر الشهداء؟ يعني انت كنت قلت لنا ان انتوا ابتديتوا انتوا تتواصلوا معاهم وقدرتوا توصلوا الاثنين، هل وصلتوا لعدد اكبر وتم توصيل يعني التعويضات الماليه اللي هي مخصصه لنادي الزمالك لاسر هؤلاء الشهداء؟ تمام. الحمد لله احنا في الاسرتين اللي انا كنت بلغت حضرتك بيهم، لكن في جديد ويمكن مش عارف ما انتشرش لغايه دلوقتي ليه. يمكن عشان هم عايزين يعني ينشروا دايما بس اخبار نادي الزمالك اللي فيها مشاكل، لكن انا هقول لحضرتك كويس ان حضرتك اديت اتاحت لي الفرصه. يا ريت. الاسره الثالثه اللي حصلت على مستحقاتها اسره الشهيد وليد عبد العال، وشرفتنا في نادي الزمالك، وبرضه حصلت على مستحقاتها. الموضوع ما بياخدش اكتر من نص ساعه. طب هايل. فانا بتمنى ان بس الباقي الاسر يكون موجود. الحمد لله انا توصلت الاسره الرابعه في منطقه ميت عقبه، وان شاء الله في خلال اليومين الجايين دول برضه هيجوا من النادي، يعني هم ظروفهم النفسيه كانت سيئه. طبعا طبعا جدد. تمام. فانا امبارح رحت لهم، وان شاء الله الاسبوع ده باذن الله هيكونوا برضه حاصلين على مستحقاتهم. ويعني انا بس بطمن الجمهور وبطمن الراي العام ان نادي الزمالك الحمد لله هو السباق بالحصول الاسر على مستحقاتها، لان ده يعني ده مش كفايه من نادي الزمالك ولا من هو من جيبي، ده من فلوس نادي الزمالك وده حقهم. تمام. وده اقل حاجه نقدر نقدمها لارواحهم، اللي اعتقد ان مفيش اي ثمن في الدنيا يعني يساوي قيمه روح البني ادم. طيب استاذ احمد، اخيرا هل في اي اخبار عن التحقيقات؟ امتى هتظهر التحقيقات؟ امتى هيظهر تقرير لجنه تقصي الحقائق بتاع وزاره الشباب والرياضه؟ يعني اعتقد ان الموضوع في المرحله الجنائيه دلوقتي بيتم التحقيق فيه. يمكن زي ما احنا عرفنا في توصلوا لبعض العصابات اللي هي المسلحه اللي كانت ليها غرض في وجود فوضى في الملعب، لكن انا اعتقد ان الموضوع بس هو مش موضوع جنائي بس، هو موضوع تنظيمي اصلا. موضوع يتعلق بان احنا ما عندناش استادات محترمه غير يمكن استادين. ما عندناش سلوك، يعني ما عندناش ثقافه حضور المباريات اصلا. يعني الموضوع كبير، الموضوع انا مش عايز اختصره على الناس بس اللي ماتت، الخوف ان في حد تاني يموت. ما هو ده، ما احنا عشان كده بنسال على نتائج التحقيقات، عشان لو في حد مقصر ياخد عقابه فده ما يحصلش تاني. بالظبط. يعني التحقيقات لسه شغاله، بس زي ما انا بقول لحضرتك انا مش مهتم بان انت تجيب لي اي كبش فده. انا لا، انا عايز الحقيقي المتسبب الحقيقي، حتى لو كان الاهمال، يحدد المسؤول عن الاهمال ده ويعاقب. صحيح استاذ احمد. ان شاء الله احنا في التحقيقات، ونادي الزمالك عامل لجنه قانونيه كبيره جدا شكلها من اكثر من 10 محامين وبيتابعوا التحقيقات، واحنا مع الاسر يعني اللي جت وتواصلنا معاها، هم ابتدوا يعملوا توكيلات لنادي الزمالك وللمحامين في شؤون القناه في نادي الزمالك، وابتدينا نتابع. حتى كان في مشكله في شهاده وفاه احدى الشهادات، الشهيده هاله الحبيشي، وقدرنا الحمد لله غالبا بكره ان شاء الله نستلم شهاده الوفاه ان شاء الله. طب الحمد لله. استاذ احمد مرتضى منصور، كل الشكر لحضرتك على هذه التفاصيل، ومره ثانيه
احنا بنعتب جدا على وزارة الشباب والرياضة، نادي الزمالك مشكورا من طرفه هو ابتدى يحاول يتوقع.